جيت عند ماما ما بيام عليا ما كنجمعين. دابا انا ما تشهيت مريقه ديالها هذاك تصوب لي مريقه حيتاش ما كنتش عالمه راه غادي نجي تدخلت عندك صار ما حليتش اليوم نجبرك معاك. صافي ما عندكش شي حلوه؟ قالت لي صراحه الثلاجه شوفي حليت لقيت واحد الشكلاط. قالت لي لا داك راه ديال الحلوه دقت وعجبني. ها هو المهم ما علينا. قلت لها دابا سهيت وانا نقول لها ماما علاش كديري به الحلوى حيت انا عارفه ماما ما كتصوبش كيكات ولا ما عندهمش معاهم لا هي لا حمزه ما كياكلوهمش بزاف. تبقى كتشوفي ديك الايام هذاك راك انت وريتينا شي وصفه وخديتو وصوبتها صوبت ديك الوصفه به حتى انت تبقى كتفكر تقول لي نهار تزوجتي. دابا انا باش تزوجت عامين الصرف. دابا انا كنضرب في الشكلاط دير عامين هادي علاش كيخسر شويه. قالت لي لا لا قلت لي مالو كيخسر شويه. قالت لي لا لا راه في الكونفينمون. يلا مالك مالك صوبتي به ما قلتش شمن وصفه وريتكم. وقيلا حمزه حليه وقيلا كلاص ما قلتش واحد التحليه كديري الطاقه الاولى هكا والطاقه الثانيه هكا ما عنديش بحال كيما هادشي. المره الجايه مابقاش ورينا الطبقات. المره الجايه مابقاش ورينا الطبقات. تشرف بعد ماما كيدخل الضو ملي كنت قبل الزواج كنت ديما كنبقى نتصور من هنايا. توجد لنا ماما مريقه ناكلوها وهانتوما شو معانا. شوفوا لي البنه شوفوا لي البنه الله عمرك شفتي شي وحده تشهات بطاطا والزيتون؟ انا كتعجبني طياب ماما العفريته يدابني وكلشي كيبغي طياب ماما. ها بنيتي بابا خويقات عدتهم في التليفون شوف اش كتشمي هوب هوب هاك هاك غنشوفو العوينات خضرين ها غنشوفو العوينات. قالك تغدى وتمدى واحد النعاس جاني دابا شبعت واخا ملي تكون هنا بالمدور خاصك تكون داير سطوري ولا فيديو كتسمع في الزنقه. دوك اللي في الزنقه تاهما داوين معاك هنايا في الفيديو في مولا صر بالمرقه. غيهرب واجي راك انت كاع ما بنتي اليوم لا ماشي هو. اجي ماما يلاه ايما داير الزيت في راسها زيدي ماشي على الزيت زيت حياتي ما لبسي له حيالك شي حاجه ما بغيتش قال حلو زيدي 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 زيد لهنا صبري صبري والله تجيني واحد النعاس. عرفتي ماما داك النهار واحد البنت في داك الفيديو ديال سفيان واحد البنت حيت انا قلت لي سيري عند ماما قلت لي مشي عند ماما ويتقولي علاش مشيتي عند ماما ويتجاوب وحده قالت تحت ماما كتبغيهاش تجي ياك اختي الفو واش كاين شي واحد ما كيبغيش ولادو يجيو عنده؟ انا ما مولفاش من نهار تزوجت مولفه انا وسفيان في السيستيم فين ما بتنا كنباتو بجوج كنمشيو بجوج وكنجيو بجوج يعني بعيد كل البعد. ماما الا قالت كتقول لي مثلا هكاك كتهضر على الغضبه ولا على شي حاجه ولا ما كاينش انا ماما حدايا. زيدي هنا كي دايره؟ السلام السلام انت لابسه الصفر ايه انت يا اختي السلام كي دايرين؟ عتيد السلام راه واحد الاوديو ديال ماما كنضحكوا به حيت قصه يعني بالامر غيفهموه اللي مشى لهم داك الاوديو غادي يعرفوا. السلام كي دايره؟ لاباس كلشي بخير الحمد لله. كي دايرين؟ لاباس عليكم مبروك عواشركم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطولة العمر وباش ما تمنيتو. شوفوا انا ركبت في الحمام كاع البنيات اللي تلاقيت معاهم في الحمام اللي جاو عندي البارح سلموا عليا. خرجت من الحمام تقول لي ياسمين شو بنت خوت الزين جاب لي الله قالت لي ها هي تاي انت عندك. قالت لي عرفتي ياسمين الحمام كامل عرف لي كلشي بنات جاو سلموا عليا ودابا مع الحمام غير في الدرب. وديك السيده اللي في الحمام قالت لها اولا مونيا قالت لها واش الله عرفوك سكنتينا في بنت؟ قالت لها لا راحت كيتفرجوا في بنتي
ايوا تكون اش قالوا كنت بغيناش نجي بات عندك كنبغيهاش فدي ما ندير بها كريمه ديما ندير بها كاين شي واحد ما كيبغيش ولادو يجيو عنده انا ما نبغيهاش تجي غضبانه جايه دابا كاينه تجي مرحبا بيها اش غادي دير عندي وتخلي راجلها انا ولفت الصراحه حتى شنو كيقول لي 20 عام يعدي الدار كيقول لي دوزي بيرمي كنقول لا لا انا نبغي نمشي نقضي غراض لا كان عندي بيرمي غتعكز تقول لي زيد الطوموبيل وسيري لا خو زيد معايا نقضي الغراض ونرجعوا هكاك حنا ولفت انا وسفيان بحال هكا زعما من نهار قبل ما نتزوجوا وحنا اللي كندخلوا بجوج وتنخرجوا بجوج عنده خدمه كنمشيو لها انا وياه عندي خدمه كنمشيو لها انا الله يخليكم بعضياتكم وبنيتي والزوين الكوبل ملي كيكون هكا زوين راه حيت الزواج شنو هو الزواج راه ما تكونوا مع بعضياتكم هو اللي شوف اللي بعيد عليه شي حيدي خنهضر عطيتك زين دابا ما عرفت نهضر ما عرفت نبوس يلا سير كملي اللي بعيد على راجلها الله يقرب ليها خليني ندعي مع الدريات صافي يلا سير واحد البنت بعدا كومونتات مسكينه ما عرفتش قالت لي راجلها جاتو شي خدمه ولا شي حاجه المهم راه غتعرف راسها في كومونتير أيه. الله يجمع شملكم ان شاء الله امين 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 يا ربي امين الله يجمع شمل كل شيء لا اللي بعيد على والديه ولا اللي بعيد على راجلها ولا اللي بعيد على مرته والله ولا اللي بعيد على خوته الله يجمع الشمل الله يجمع الشمل يلا بوسي دابا لا 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 سدي بوسك عندك خليني نوض كمل شقايه بوسيني انت على شي بيصه الله 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 رسلت لي نيفي ناري انا عاود لكم على هذه لاني في ماما عندها واحد الضربه في نيفه هنايا بحال هكا واحد النهار وانا كنقول لها واش ديك الضربه في نيفك دابا تعط الله بانت لكم شي ضربه اختار اللي مسموم مسموم زكين وري لي الضربه كاينه 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 عاودي لهم اش نطرا وكملي انت اللي بديتي ما خلتش حكايه داك العام باقا ما عديش حتى عام ويلي باقا انا في المهم في كونتي سميتو كانت عندها شي عام ولا شحال و اختي اللي كبر مني دابا هي كلات كتاكل في الشوكلاط دابا ما عاد جات تبركات حدايا راه ما عرفت شنو ما عاد شديتو مع الريوق تعرفوا لي بيبي كي كيكونوا داب دارت لقات الشوكلاطه ما كايناش وتشير على بطفايا باش كان عمي كان عمي مسكين الله يرحمه كان جا عندنا وعرفتي وبكري كانوا واحد الطفايات ديال الحديد بدات طلقات لاني هزات الطفايه عطات لي سمعوني غوت مع كانوا جداواتي وداكشي معنا كان جدي مجوج بربعه العيالات كانوا جداواتي كلهم كنقول لهم جداواتي الله يرحمهم ساكن كلهم ماتوا الله يرحمهم سمعوا الغوات داكشي ملي جاوا يطلعوا عليا لقاوني غارقه في الدم مالها والله الا عندها هنايا دا كتبان واش ماني عندها ضربه كحلات لاني وسبحان الله زعما واخا لي زين زين انا نيفي بحال نيفك انا نيفي بحال با الله يرحمه نيفي زين على نيفك شوفوا نقول لكم حد واحد الحيبه انا نيفي بحال ماما بحال با الله يرحمه حمزه نيفو ديال امي الله يرحمها ديال موينا ديال عاتي كتشوف هنايا كتبان لك امي الله يرحمها انت فوتكم واش رحمتي انا واقيلا انا عاقله اختي دير وكيزيد كملها كتقول لي ماما حك بحال هكا وليدي حك وقدر شويه كيحكك وراه من يلاه تزاد كلشي كيقول لي هاتي كل نهار ديري لي هكا حيت هاتي زادت زادت خبزه كتقول لي وقدر شكون قال ولدي كبر دابا وزينا ايوا ايوا وزينات ايوا ما غسلت الماء زعما جيتي واش خليتي بدات تنمم انا في ولدي معاك اسمع اسمع كنبان لك زين ولدي زين 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 ما هي زين وانا دابا قولي الصراحه انا لمن كنشبه راسك قولي حقيقه سنينات وما سنينات اسناني بيضين اسنانك ايوا ولكن ماشي مسجتين بحال دياولي هذه انا هذه شنو هي هذه هاد الضربه هذه اللي عندي عندي لتحت كامل مقعد ها وعندي هنا هذه ضربه كان بالله يرحمه شوفوا ضربك لا بالله ويلي با مسكين عمو كنا في قيصرية ديال درب سلطان وبا كان ديك الساعة سيارة التعليم وهو وقف في شارع الفيدا وقف ماشي زعما كان كيقرا لا خدام منين حنا كنا كنمشيو القيصرية كنكونو خارجين كندوزو عندو هو منين خارجين واقفين انا صغيرة ديك الساعة قطعنا الشانطي بحال هكا طلقوا لي يدي باش نمشي عندو غدا كنجري جاي واحد الدري كيجي نتصاطح انا وياه الدري في راسو تفلق وانا ما كاينش اللي في صغره ما تصاطحش مع شي حد ما كاينش ماشي با مسكينه كلشي تصاطح كلشي واش الدري
قال لي اجي تنشوف بنتي الا طاحت لها سنه والله ما نطلقك والدري كثر صيفطوا الدري والدري راه صنفر كاع بعدا راه انا تصادحت انا وياه سناني ضربوا لي فراس ولا تتجرح كي كانت عزيزه عليه بنته اش غندير واش قال لي الا طاحت له حيت هذه بدات كتحرك لي صافي ومع الصغر ما كتزقايش بقيت كندير لها هات دخلات هكا وهادي طلعت على داك اللي تزيرو كتنوض درسة العقل لا والله عندي عندي مشكل واحد هو هذا ها لا لا زوينه زوينه سنينات كلها حتى زوينين البنات هادو قادين ما بغاتش تبان لا لا زوينين زوينين سنينات وليداتي زوينين راني والده الزين وصافي بقات بحال هكا بصراحه انا كونطخ لي باك ما عنديش مع لي باك ولا شي حاجه وما مديرونجيانيش والله ما مديرونجياني لا لا زوينه زوين ما مديرونجيانيش حيتاش فاس ما كتبانش كاع واه بنيتي راه القلب اللي خاصو يكون زوين اما الوجه داري والله تضرب كلشي زوين كاع اللي خلقو سيدي ربي زوين راه القلوبه اللي كان اللي مغايره بصح القلب اللي خاصو يكون زوين ما خاص بنادم يكون فيه لا غيره لا حسد لا 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 خداع لا انانيه لا حقد لا والو القلب هو زوين شوفوا الا كان قلبكم زوين اللي كتبغيها لعباد الله كيعطيها لك سيدي ربي حتى الاولى عاد كيعطيها للناس الاخرين بغي الخير لخوك المسلم بغي الخير لخوك المسلم صافي ما تخرج الى اللقاء مزوز انا جيت للدار ملي كنت جايه قبيله من جاليا سفيان ما اشدتني حساسيه عند ماما على ود المشاش حيت شحال هذه ما بقيت كان كيكون عندي كونتاكت بيني وبينهم زعما تنقرب لهم لذاك الدرجه حيت المشاش ديال ماما راكم عارفين مشاش ديال الدار كنت بقيت مخشش فيهم هادي كتولي ضرني عيني كنبدا نعطس وشحال هذه ما شدتني الحساسيه صراحه من نهار تحولنا حيت الدار الاخرى كانت ما منفساش ايوا دابا جيت دخلت انا ماما قالت لي تبعي واحد السيري واعره ياسمين واعره ياسمين المهم صراحه صدقت واعره ماش كيفاش نشد هذا باش ما تمالو داير بحال هكا باش نبان كلي سميتها البراءة تركية تفرجت في الحلقة الاولى والثانية دابا تفرجت البارح في الاولى حيت كل حلقة فيها ساعتين وشي حاجة تفرجت البارح في الاولى واليوم البارح الاولى ونص داني الناس دابا جيت مع دخلت للدار كان في اصلا ناس حيت انا في الطريق كيديني الناس تفرجت الثانية ودابا غادي نمشيو عند خو سفيان مرتو وبنياتو وهذا مكان او هيا بينا نسيت ما قلتش لكم البارح سفيان دار لكم سونداج في انستغرام ديالو على ود لاشين ديالو واش بغاو زعما بدا ينوع عليكم ما بقاش يدير لكم غير لي زيستوار يدير لكم مره مره فلوغ ولا شي حاجه كيبقى كيقول لي وي 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 وي, وي. ابارامون اليوم راه صور لكم فلوغ حطوا في لاشين ديالو اللي هي سفيان حار سفيان اش ا ار المهم سفيان انت تحط الفيديو انت تحط الفيديو انا وقيله غدا تفكرت واحد الحاجه قبل ما نكمل معاكم بغيت نقول لكم باش نقول لكم باش نشرح لكم داك النهار هضرت لكم على هذيك الخدمه اللي قلت لكم تقدر تخدميها من الدار بزاف البنات اللي هضروا معاها من المغرب البنات هذيك الخدمه البنات والولاد العيالات الرجال كلشي ولكن اللي عايشين في اسبان يعني الا كنتي عايش في اسبان ولا الا عندك شي حد من العائله عايش في اسبان هز هذا الفيديو وصيفطوا ليه انا غنعاود نخلي لكم نيمورو التليفون هنايا شعلتي الضوء وي ظلمات عليا القضيه طفي الضوء حيت كندار فيا الشعاع ديال الشرجم وي مهم بوغ الناس اللي عايشين في اسبان ما خدامينش الناس اللي عايشين في الاسبان ما خدامينش ولا خدامين بغيتو زعما تزيدوها بلوس زعما عندكم تدخلوا بها واحد المدخول النمره اللي محطوطه هنايا غادي تهضروا معاها وهي غتشرح لكم كلشي دو ازيد واحد الشركه اللي معروفه راها كاينه ميم في المغرب ولكن السمعه ديالها في المغرب ماشي هي ديالها في الاسبان يعني شركه راها كبيره ومعروفه ومضمونه وكديروا منها فليسات وكتقدموا منها مستقبلكم زكا هذاك خسر هذاك الشيء المهم فوالا دخلوا هضروا مع البنت الله يعمرها دار هي غتعطيكم كاع لي زانفو غتشرح لكم وعيد وكرر الناس اللي عايشين في الاسبان ولا عندكم شي حد في الاسبان عادي تعاونوا معاه هزوا هاد اللقطه هادي ولا هزوا غير نيمورو التليفون وصيفطوها ليهم قول لهم كنهضروا مع هاد السيده في واتساب وهي غتشرح لكم كلشي دو ا زد خدمه كيفاش دايره ما كتحتاج لا فلوس لا حتى شي حاجه باش تبدا يلا مشي صباح الخير صباح الخير عليكم البارح ما قلت لكم غنمشيو حبست الفيديو ما كملتش جيت دوشت وناس وناس بشعري فازك وانا نوض صباح ضربني البرد
هذا الجو هذا الصراحه كيغفل، خصكم تردوا منه البال حيت اش كيكون صاد. انا قلت لك دابا تعذبتي وزدك الشعر كون عسيتي باش غفلكو كيغفل حيت كان صاد صاد عادي كنعس شعري فيها هذاك ما كاينش مشكل. ايوا جلابي بي بي مشو اكيا دابا كنت باغا نحلق على الحاله شويه الساعه بالي راسي كنعطس انا غاده في الطريق بالي راسي وليت شويه فغادي نحلق على الحاله. سلام عليكم الناس اللي قالوا لي على الكلاصاج اسمي راه ما باش لي في ولا شي حاجه راه نهار على نهار كيطلع كيبان ومازال خاصني ندير سيونس ثانيه ما عرفتش غادي ندير ولا المهم نهار على نهار كيبان فوالا دابا راه كيبان لكم شكرا واجي صباح الخير عرفتوا ما يمكنش الصباح ملي هضرت معكم كنت كما مريضه مشينا لايكيا مع خو سفيان ومرتو وبناتهم ولكن انا الصباح فقت مريضه وشربت الدواء شربت الدواء ديكو خاني وجيت ما دخلنا للدار ما سمعتش دخلنا المهم ما دخلنا للدار ملي دخلنا صافي مشيت ني شايبت ناس ولا الناس ما فقت حتى شي سبعة هنا ولا ما عرفتش شحال الساعه المهم دابا شويه يلاه فقت سبحان الله فقت غير دابا شويه كليت كان شويه واحد الطرفه ديال كيف انا كليتهم قلت سفيان عافاك دور لي عليهم ميكروند يسخنوا عطاهم ليا كليتهم عطاني دواء صراحه باقا ما شربتوش هو دابا ختم فيديو ديالو كيدير ليه كيدير المونتاج دير لكم هو فلوغ غادي يحطو لكم في لاشين يوتيوب ديالو لي سفيان حار هو اوما بعدا راه مشيتو مع اهل الخدمه لاصال شحال من حاجه المهم الفيديو تا هو فيه 3 ايام مي بون هو فيه بزاف د الحوايج عليا انا غير باش ما نغبرش عليكم وبزوات